السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دورة التعليم الرياكت جي اس. حتى الآن قمنا بعرض مجموعة من اليوزرز، وقمنا أيضا بوضع زر فيو لعرض معلومات عن اليوزر، وأيضا أضفنا زر ديليت ليتم حذف اليوزر من السيرفر ثم من الفيو الموجود لدينا هنا. الآن سنقوم بإنشاء فورم بسيط لتعديل اليوزر. فبداية سنقوم بعمل تنصيب لفورمك وليب كما تعلمنا في قسم الفورمز. طبعا انا قمت بتنصيبه مسبقا لتوفير الوقت. فقط نقوم بكتابة يارن add formic ومسافة يب، او نقوم بكتابة npm install formic مسافة يب. الان ننتقل لمجلد components ونقوم بانشاء ملف جديد باسم users form. هذا الفورم سنقوم باستخدامه لاضافة يوزر ولتعديل يوزر. الآن هنا سنقوم بداية بعمل import لـ react from react، ثم سنقوم بعمل export لـ function، مثلا ممكن أن نقوم بتسميته users form. بهذا الشكل. الآن هنا سأقوم بعمل import لformic from formic. أيضا سنحتاج ليب لعمل validation، فنقوم بكتابة import يب from يب. هنا سأقوم بعمل return لformic بهذا الشكل. طبعا هنا سيصلنا بروبس للكومبوننت. هنا نقوم باستخدام الانيشال فاليوز، نقوم بكتابة انيشال فاليوز يساوي بروبس دوت فاليوز. ايضا اون سبميت نقوم باستخدام بروبس دوت اون سبميت، وبالتالي انيشال فاليوز واون سبميت سنقوم بتمريرها من خلال البروبس. بعد ذلك سنقوم بكتابة render يساوي، هنا لدينا props، وسنقوم بعمل return لform بهذا الشكل. طبعا هنا form سنحتاج لعمل import له من الformic، formic هنا يتم استيراده بهذه الطريقة. ثم لدينا form، وأيضا سنحتاج لfield ولerror مسج بهذا الشكل. أيضا بالنسبة لياب سأقوم بإصلاح الاستيراد، الاستيراد الصحيح لها بهذا الشكل import نجمة as ياب. الآن هنا في form نقوم ب عفوا هنا نقوم بكتابة إذا form و slash form، وهنا نقوم بكتابة لدينا أولا إذا label مثلا name slash label، وأيضا بعد ذلك لدينا field name يساوي name. بعد ذلك لدينا إذا error message name يساوي name. أيضا سأقوم بتكرار العملية من أجل حق الآخر، مثلا الإيميل لدينا إذا هنا لدينا إيميل name يساوي إيميل، وأيضا بشكل مشابه لـ error message. بعد ذلك سنحتاج لإضافة button و slash button، مثلا لدينا هنا send، وهنا لدينا type يساوي submit بهذا الشكل. إذا لا جديد عن ما تعلمناه في قسم الفورمز. طبعا بقي علينا فقط تعريف السكيما لعمل validation، فهنا سأقوم بكتابة const schema
يساوي يب دوت اوبجكت ثم دوت شيب. وهنا نقوم بتعريف شكل الاوبجكت. لدينا اولا نيم، نيم عبارة عن يب دوت string دوت required، وأيضا بشكل مشابه من أجل الإيميل، طبعا لا جديد حتى الآن. الآن سنقوم بعمل import. طبعا هنا لدينا خطأ error message بهذا الشكل، هنا سأقوم بإصلاحها إذا لا يوجد لدينا مشكلة. الآن سنقوم بعمل import لهذا الفورم واستخدامه ضمن الاب js app.js. طبعا سنحتاج لتمرير السكيما هنا، فسنقوم بكتابة اذا validation schema يساوي schema. هنا اذا في app.js سأقوم بكتابة هنا اذا import اذا users for from dot slash components slash users form. الآن هنا سأقوم بطباعة الفورم في الأسفل. لدينا إذن هنا user details، بعد ذلك مثلا لدينا edit user. طبعا هنا بعد أن يقوم بتحديد اليوزر الأكتف سنقوم هنا بوضع الفورم. إذن لدينا هنا users form، لدينا هنا الـ values مثلا يساوي this.setState، عفوا this.state.user. أيضا سنحتاج لتمرير عدة أمور أخرى، فلدينا طبعا هنا في الـ props، لدينا إذا استخدمنا values، وأيضا سنحتاج لتمرير onSubmit. فلدينا مثلا onSubmit يساوي مثلا مبدئيا سأقوم فقط بعمل log للقيم التي سنحصل عليها. إذا لدينا هنا values console.log ل values. الآن سننتقل إلى المتصفح لتجربة نتيجة الكود الذي قمنا بكتابته. فإذا لدينا هنا props is not defined في users form، فنتأكد من الـ error. إذا نعود لـ users form لدينا هنا props، كان علي كتابة إذا props بهذا الشكل، إذا props وهنا أيضا. الآن نعود للمتصفح. إذا لا يوجد لدينا أي errors في حال ضغطنا على view. إذا نلاحظ يتم هنا عمل عرض الفورم. لدينا إذا هنا النيم الافتراضي كما نلاحظ تم تمريره بشكل ناجح. في حال اخترنا يوزر آخر نلاحظ أنه لا يتم تبديل اليوزر. ولمعالجة هذه المشكلة سنحتاج للقيام بإضافة إضافة عبارة لدينا هنا خاصية في الفورمك تقوم بعمل إعادة بناء للفورم في حال تغير الفاليوز الممررة إليه. في حال تغيرت الانيشال فاليوز فيتم إعادة بناء الفورم. سأقوم بالبحث عن سوف أقوم بالانتقال للتوثيق الرسمي لفورمك. إذا لدينا هنا في فورمك بهذا الشكل، وهنا في حال إذا انتقلنا إلى التوثيق الرسمي بعد ذلك لدينا get started وانتقلنا للكومبوننت فورمك. نلاحظ هنا من ضمن إذا enable re-initialize، سنقوم بإضافتها إلى الفورم الخاص بنا. فسنقوم بكتابة إذا enable re-initialize يساوي true. الآن سأنتقل للمتصفح. فإذا لدينا view يتم عرض هذا اليوزر. في حال انتقلنا إلى يوزر آخر نلاحظ يتم عرض اليوزر الجديد بشكل ناجح. الآن في حال انتقلنا للكونسول وقمنا بالضغط على send نلاحظ يتم هنا تمرير معلومات اليوزر. في حال قمنا بالتعديل على name مثلا لدينا هنا test، سأقوم بإضافة test إلى name، ضغطنا send نلاحظ هنا يتم إضافة أو يتم تعديل name إلى الشكل الجديد. بهذا الشكل نكون تمكننا من بناء الفورم. وفي الدرس القادم سنتابع إرسال الداتا إلى السيرفر لتعديل اليوزر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.